كيفية الوصول إلى التقديرات عبر نظام إدارة التعلم Blackboard. ينشر عضو هيئة التدريس الاختبار الإلكتروني تقديرات الواجبات والاختبارات من خلال نظام إدارة التعلم، وعلى كل طالب تصفح صفحة التقديرات لمعرفة الدرجة التي حصل عليها في كل واجب أو اختبار قام بحله. يمكنك الوصول إلى صفحة التقديرات الخاصة بأي مقرر عن طريق الخطوات التالية: نقوم بالضغط على قائمة الانتقالات بالأعلى، ومن ثم يتم اختيار أيقونة التقديرات الخاصة بي من محتويات تلك القائمة. ستظهر صفحة تقديرات الواجبات والاختبارات التي قمت بحلها وتقديمها من قبل في هذا المقرر، كما يمكنك التعرف على التعليق على بعض الدرجات الممنوحة لك عند الضغط على علامة التعليق، لتظهر رسالة التعليق على الدرجة في نافذة محددة ويمكنك غلقها بسهولة.